اذا الار 10 ايش راح تكون الريشيو تبعتها؟ هاي تطلع تقريبا اظن 1.25 مضبوط. والجذر ال 20 لل 10 1.12 واخر وحده 1.08 ربعي 1.08 شو بتعطيني؟ 1.16 في يعني في خطأ بسيط هو بالهذا. وإذا ربعنا ال 1.12 1.25 وربع ال 1.25 بتعطيني 1.58. ولو أخذنا ردينا الأرقام هدول واحد 1.58 وعندي هون 2.51 3.97 6.27 9.91. هلا اضرب 1 في 1.25 شو بعطيني؟ بعطيني 1.25. نضرب 1.25 في 1.25 بتعطيني 1.58. وضرب 1.95 في 1.25 ونضرب 2.51 في 1.25 3.05 ونفس الشيء مكمل نضربها في 1.81 تقريبا و 3.97 في 1.25 4.77 وبعدين كمان مرة في 1.25 6 5.96 5.96. في هون عندي شوية خطأ. وآخر إشي نأخذ آخر رقم 6.27 في 1.25 7.41 هلا هدول تقريبا منقربهم لواحد 1.25 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3 8 10. وهدول هم السرعات. هاي هي ستاندرد. او واذا بدي انزل ممكن انزل ل 0.63 و 0.8، بس هذا صار نادر جدا قليل الاستعمال. اوكي ماشي واضح السرعات. اذا بنختار من هذول السرعات فرح نعتمد الار 10 سيريز. فالار 10 سيريز في السرعات 4 سبيدز ريتد سبيدز. هذول راح نطلع هذول السرعات. في هون شوية تقريب بس لحد ما يعني 4.77 هون 5 هون 7.45 أخذناها تقريبا 8، بس تقريبا بشكل عام الأرقام تتبع الـ R10 سيريز. طيب وبالنسبة للأحجام، الأحجام راح نأخذها بالكيلوغرام. فراح نبدأ اللي هي الكاباسيتيز. عندي 630 راح نروح بعدين ل 1000 كيلوغرام، وبعدين عندي 1600 وفي 1250. هاي ال 1250 هي ال 1.25. 1600 اظن بيطلع عندي 1600 بيطلع 2000 مش هيك؟ واذا ال 2000 ضربتها راح تعطيني 2500، وبعد 2500 3300 كيلوغرام. هذول بيتبعوا كمان ال R10 وان كان رينج محدود. هون لازم يكون عندك 800 مش هيك؟ اوكي؟ قديش وزن الشخص بنعتبره؟ 75 كيلوغرام. فلو قسمت هدول على 75 كيلوغرام هاي بتعطيني، اذا هون رح نعتبر ستاندرد بيرسون خمسة وسبعين، اذا قسمت هاي بتطلع تقريبا 8 اشخاص. هاي بتطلع 10، هاي بتطلع 13، هاي بتطلع 17، هاي بتطلع 20، هاي بتطلع 26، وهاي بتطلع اظن 33 و 3300. ايش حطيت 3300؟ كيف هو رينج ال 10 ومش 10؟ رينج ال 10 لانه حطينا فيه 800، حطينا فيه 1.25، بس ما بدينا من واحد، ما بناسبنيش ابدا من واحد صح، بس هو بعتبره رينج ال 10. اخذت من اللي قبلها شوي واللي بعدها شوي، ما في مشكله. يعني ما هو 8 اشخاص رقم منطقي ابدا فيه للعمارات السكنيه والهذا، ما بيجبرني ابدا من 10. هو المهم انه اقول له الار 10 مش هذا ار 10؟ هاي الريشو بين هاي تقريبا 1.25 مش هيك؟ وبين هاي 1.25، هاي اكيد 1.25، هي ضربنا في واحد وربع
وبعدين هاي ضربنا في واحد وربع، ربنا ضربنا بواحد وربع، واحد وربع، واحد وربع. وعادة هذا حجم كبير، فأكبر حجم عادة بنروح عليه هذا مش 36، 26. ماشي. إذا هاي هون persons وفوق kilograms، ونختار من هدول الرينجز اللي موجودة من هون. فلما نيجي نختار نخلص الديزاين تبعنا رح ناخذ واحد من هدول الكباسيتيز المختلفة. هذا معرف بستاندرد عالمي اسمه ISO 4190. لما بشوف ISO ايش يعني؟ ايش اختصار لايش الايسو؟ International Standards Organization او International Standardization Organization، بعرفش الاختصار الايسو، بس كل الستاندرز العالمية اللي بتتبعوها كل الدول في العالم، كل مؤسسات المواصفات اللي بتتبعها وبتلحقها اسمها بتبدأ بالثلاث أحرف ISO. ISO هذا ستاندرد عالمي، وبعدين بتبعوا عادة أربع أرقام بتوفر الأرقام. هذا طبعا هذا له أجزاء، فرح يكون في بارت 1 مثلا، بارت 2، بارت 3. هذا بوصف الستاندرد سايزز والكاباسيتيز تبعت الهاي. طبعا لما إحنا بنوحد الستاندردز إيش بفيدنا هذا اقتصاديا؟ المصانع وبسهل التريد، سهل التجارة ممكن، بس هو أكثر إحنا ستاندرداتيشن بتوحد التجارة ما بين الدول.